عبد الله بن جعفر بن علوي القطب الكامل نزيل مكة ولد بالشحر بالشحر هاي اليمن بين الشحر وعمان منطقة الأحقاف وبها نشأ ودخل الحرمين وتوجه إلى الهند ومكث في دهلي مدة وله مؤلفات نفيسة منها كتاب أسرار دلهي دهلي مكتوب لا بالتقديم والتأخير دلهي لأنه دلهي يعني صح منها كتاب كشف أسرار علوم مقربين ولمع النور بإسم الله يتم السرور وأشرف النور وقبل أن قيل أنه تولى القطبانية وله كرامات شهيرة مات بمكة سنة 1160 عبد الله بن مشهور بن علي بن أبي بكر العلوي أحد السادة أصحاب الكرامات والإشراقات كان مشهورا برؤية الخضر توفي سنة 1144 مولانا آل البكري من نسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم مولانا في نلاحظ بعض الناس يكونون هم مختصين برؤية الخضر أيوه. يعني ليش لأن مخاوين سيد علوم اللدنية كلها فوق العلوم العندية فاللدنية أشرف من العندية كمان يعني ما تتجمع عند واحد كل هالعلوم لا 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 نعم سبحان الله انت شفتوا الخضر لو اتجمعت عند واحد يحوز النبوة سبحان الله كمان